السلام عليكم ورحمة الله، أنا وائل السبيل. نكمل مع بعض دروس رسم الوجه المبسطة للمبتدئين. رسمنا العين والأنف، واليوم راح نشرح رسم الشفتين بطريقة سهلة وبسيطة. نحتاج قلم ملون للشرح بالإضافة إلى قلم رصاص. في البداية راح نرسم ثلاث دوائر نحدد فيها الشكل الأساسي للشفة: دائرة فوق ودائرتين نفس الحجم تحت. تقريبا راح يشكلون لنا مثلث. نفرض ان الشفاه تبدا من هنا وتنتهي عند النقطه هذه. راح نبدا بخط مستقيم، لكن راح ياخذ شكل انحناء الدوائر بالشكل هذا. من فوق حد الشفه العلويه راح يكون الدائرة من فوق، ومن تحت راح نضم الدائرتين بقوس كبير بالشكل هذا. فمبدئيا شكل الشفاه راح يكون بالشكل هذا. الآن ناخذ القلم الأسود ونختار الخطوط اللي نحتاجها للرسم. راح نبدأ في النص، خط خفيف نغمقه أكثر منطقة النص، والجهة الثانية ونخلي داكن أكثر الجهة هذه والجهة المقابلة، ومن تحت وفوق طبعا الأماكن اللي فيها دائرتين اللي تحت هي بتكون أماكن الضوء عند التظليل. فمبدئيا كذا أعطينا الشكل الأساسي لرسم الشفة العلوية والسفلية مع الفاصل بينهم. أتمنى تكونوا استفدتوا، وحاولوا تجربوا نفس الخطوات وشاركونا أعمالكم على حساب مكتبة جرير في إنستغرام أو من خلال رفعها على اليوتيوب. ترقبونا في الفيديو القادم، ولا تنسوا الاشتراك في قناة مكتبة جرير. مع السلامة.